موجز الاقتصاد، أهلا بكم. سجلت أسعار نفط خام البصرة الخفيف ارتفاعا في آخر جلسة له الجمعة بمقدار 46 سنتا ليصل إلى 81 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. وارتفع كذلك خام برنت في آخر جلسة له بنسبة تصل إلى 0.54% ليصل إلى 82 دولارا و39 سنتا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.34% ليصل إلى 79 دولارا و 36 سنتا للبرميل. هذا وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة في بغداد، حيث سجلت 1481 دينارا مقابل الدولار الأمريكي. كما سجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد 1484 دينارا عراقيا مقابل الدولار الواحد. يأتي هذا فيما بلغ سعر البيع 1490 دينارا عراقيا لكل دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 1480 دينارا للدولار الواحد. أما بالنسبة للذهب، ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية، وقالت مصادر صحفية إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت للمثقال الواحد من عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع بلغ 362 ألف دينار. وأشارت المصادر إلى أن سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضا عند 332 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 328 ألفا. وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي من عيار 21 يتراوح بين 365 ألف دينار و 370 ألفا، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 335 ألفا و 340 ألف دينار. قال التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي أن الدين الداخلي زاد خلال العام الماضي بنسبة تصل إلى 9.1% مسجلا ارتفاعا مقارنة بالعام 2019 الذي لم يتجاوز نمو الدين 5.1%. وفسر البنك المركزي التونسي تطور الدين الداخلي بزيادة احتياجات الدولة التمويلية التي كانت أعلى من تلك المنصوص عنها في قانون الموازنة المالية لسنة 2020، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات استثنائية لدعم الشركات المتضررة. توقع تقرير صادر عن مكتب وزارة الزراعة الأمريكية في القاهرة أن يصل الاستهلاك المحلي من لحوم الأبقار في مصر في عام 2022 إلى حوالي 655 ألف طن. وأضاف التقرير أن الناتج المحلي من لحوم الأبقار في مصر يبلغ نحو 385 ألف طن، ما يعني عجزا يصل إلى 41% من اللحوم تستوردها مصر من الخارج بسبب إخفاق الحكومة في تحقيق خططها الهادفة لزيادة الإنتاج الحيواني نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف. هذا وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية بسيطة مشروع قانون يسمح برفع سقف الدين العام لفترة مؤقتة حتى نهاية العام الجاري. وبموجب المشروع الذي ينتظر موافقة مجلس النواب، فإن سقف الدين العام للولايات المتحدة سيرتفع بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بسداد مدفوعاتها حتى الثالث من كانون الأول المقبل. إلى اللقاء.